وتنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان مراسلة الغد داما الكردي. داما، في ظل الجدل الذي احتدم في الآونة الأخيرة، ما هي اتجاهات مجلس النواب اليوم في التصويت على القوانين الجديدة؟ نعم حسن، انتهت للتو جلسة مجلس النواب برفض كل تعديلات مجلس الأعيان ورد القانون إلى مجلس الأعيان مرة ثانية، ما عدا التصويت على المادة رقم 8 والتي تخص القطاع الصناعي، وذلك بعد مناقشات جرت ومداولات ما بين مجلس النواب وما بين الغرف الصناعية، وذلك بالموافقة على رفع الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي 20%. على أن يتم تطبيق نظام الحوافز. الآن عاد القانون إلى مجلس الأعيان، ومن المتوقع أن يتم إعادة مناقشته في مجلس الأعيان، وإما بالموافقة على رد مجلس النواب والتعديلات، أو بتعديلات أخرى على هذا القانون. وما هو المتوقع في حال إصرار مجلس الأعيان على التعديلات أو على المقترحات التي حولها إلى مجلس النواب؟ نعم، في حال إصرار مجلس الأعيان على تعديلاته سيكون هناك جلسة مشتركة ما بين مجلسي النواب والأعيان، والتصويت على المواد والتعديلات التي أقرها مجلس الأعيان. في حال موافقة ثلثي الأعضاء من مجلسي النواب والأعيان يتم تمرير القانون، وفي حالة الرفض سيتم إعادة مناقشة القانون ما بين مجلس النواب وما بين مجلس الأعيان. أخيرا داما، يعني التعديلات الأخيرة لقانون الدخل إلى أي مدى استجابت للمطالب الشعبية التي ثارت حوله؟ بالتأكيد لم تستجب لمطالب الشارع الأردني عدا رفع الإعفاءات. كان هناك جدل على الإعفاءات على الأسر وعلى الأفراد والتي أقرها مجلس الأعيان النواب بعد أن تم مناقشته في لجنة الاقتصاد والاستثمار برفع الإعفاءات إلى 20,000 دينار للأسر و10,000 دينار للأفراد، بالإضافة إلى 4,000 وهي الفواتير التي يتم تقديمها، ما يعني بأن الإعفاءات تم رفعها، ولكن تنبه الشارع إلى أن هذه الإعفاءات هي لعام واحد فقط، ومن بعدها سيعود كما كان القانون بالنسبة للإعفاءات. ولكن هناك تحرك الآن في الشارع ورفض حتى تعديلات الأعيان. أن مجلس النقباء اليوم أصدر بيانا يرفض فيه هذه التعديلات، ويدعو إلى حراك في الشارع لرفض تعديلات والمشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل. شكرا جزيلا داما الكردي مراسلة الغد، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.